بقولك ايه، نفسك تبدأ مشروعك بس مش لاقي الفرصة؟ طب انت تعرف ان اي مشروع مبني على فكرة وتمويل؟ احنا بقى في مشروع انت تقدر، هنقدم لك الفكرة والتمويل، وكمان هنأهلك فنيا وهندعمك بتمويل بيوصل ل7000 جنيه. شوفوا كل اللي قلتهولك ده منحة مجانية من غير ما تدفع ولا مليم. طبعا واحد هيطلع يسألني ويقول لي انتوا مين وهتستفادوا ايه؟ بص يا سيدي، احنا مؤسسة بنك مصر ومؤسسة مهنة ومستقبل، هدفنا اننا نساعدك تدخل سوق العمل، وده في اطار اهتمام الدولة بالشباب وتنفيذ مبادرة حياة كريمة. برضه نفس الواحد هيجي يسألني ويقول لي طب ايه هي الفرصة وازاي اصلا ابدأ مشروعي؟ بص يا سيدي، اول حاجة احنا هنقدم لك تدريب على ريادة الاعمال وادارة المشروعات والشمول المالي، وبعدين هتحضر معانا تدريب على المشروعات المقدمة من مؤسسة بنك مصر ومؤسسة مهنة ومستقبل، وانت بقى اختار منها المناسب ليك. تاني حاجة مرحلة التدريبات الحرفية، زي مثلا التدريب على مشروع الصناعات الجلدية المميكنة، او التدريب على مشروع فني خط تجميع مبردات وصيانة تكييف وتبريد، او مثلا التدريب على مشروع فني خط تجميع غسالات عادية ونص اوتوماتيك وكمان صيانه الغسالات الاوتوماتيك. وبرضه موجود التدريب على مشروع الصناعات الكيميائيه زي المنظفات، ده غير كمان التدريب على مشروع الكوافير والميك اب ارتست. فانت دلوقتي معاك الفكره والتمويل وكل ده منحه مجانيه. وطبعا السؤال المنطقي هنا، طب ايه هي الشروط التقديم للمنحه؟ بسيطه، لازم يبقى سنك من 18 ل 45، وشرط اساسي ما يكونش عندك فرصه عمل، وتبقى من سكان جنوب القاهره، يعني من السيده زينب لحد حلوان. ها بقى مستني ايه يا جدع؟ دي الحياه فرصه وفرصتك جاتلك. مستنينك.